اللي بشتعرض حقيقة من أنتم، مش متعلقة لا بتهنئة الكهرباء متاع تركيا ولا حوار ولا دبلوماسية ولا شيء من هذا القبيل. هي تتعلق بتوجهات كبرى وبسياسات تتعلق بإيمانكم بالشرعية اللي عمركم ممنتوا بها، شرعية تمنوا بها وقت اللي تتعلق باستهدافكم، وقتها ترجعوا للشرعية. أما الشرعية في تاريخكم وفي حياتكم عمركم ما أمنتوا بها. اليوم ونحن مع بعضنا هنية نسألوك، مشيت لأيباك ولا ما مشيتش؟ اللي هي لجنة العامة للشؤون الأمريكية الإسرائيلية عام 87، قلت ثقتنا بالله أولا وبن علي ثانيا ولا ما قلتش؟ عام 90 وقت اللي تغسرت وقطعت الجزائر ومشيت لندن، حررت المبادرة ولا ما حررتش؟ هالنهارين مع قلب تونس، قلت ولا ما قلتش ما تحالفوش مع الفساد؟ ومن بعد قلت نوسعوا التحالف الحكومي. جيت من لندن وقلت ما نترشحش ومانيش بترشح وترشحت. هذا كله نعرفه، بمعنى وانه الشيء ونقيضه هو كنهكم، وانه تقابل مع عبد الحكيم بالحاج والا ابو عياض ولا بن لادن كلها تفاصيل، لانكم نفس الماهيه، فما دي نيونس، انتم حلقات من نفس السلسله، لان القراعات هي نفسها، انتم ابلاء واحفاد سيد قطب والمودودي والبنا، واللي انتم هذوما هما اصل قناعاتكم، اللي هذوما يكفروا واللي هذوما ما يمنوش بالدولة المدنية وبالديمقراطية، واللي هذوما كانوا دائما وأبدا خدما لأسيادهم من الاستعماريين. وهذا نعيشوه وهذا نشوفوه كل يوم، ما هوش في العلاقات الدولية، نشوفوه في تونس، نشوفوه في عيش تونس في أبناء تونس. نحن اليوم مش من الدبلوماسية، الدبلوماسية هي التقية عندكم، الدبلوماسية هي جهاز سري عندكم، الدبلوماسية هي لما نعيش حالة من الاختيار السياسي. ونحن نذكروا اللي في حزب الوطني الديمقراطي الموحد ضحيتكم، نحن ضحيتكم، ضحية الاختيار السياسي، وعندنا شهيدنا الشكري بالعيد ضحية الاختيار السياسي متاعكم، وشعبنا ضحيته من الأمنيين ومن العسكريين، ونحن ضحية عنا الشهيد محمد البراهمي، ضحيتكم وضحية تحريضكم. وهذايا توزيع أدوار بينكم وبين مختلف الحلقات متاع السلسلة المتعلقة بتصور العالم اللي ينبني فقط على السلطة، فماش حتى مشروع آخر لا اقتصادي ولا اجتماعي. مستعدين لكل شيء، مستعدين لبيع الاوطان، ومستعدين انكم تكونوا مع البرايت ومع مكين وفي ايباك، وانكم تحتضنوا الشيطان من اجل ان تكونوا في ذلك الموقع من اجل ممارسة الاجندة الخاصة بكم. تاريخكم ماهوش هذا، تاريخكم متنجموش تنسلوا منه. البس كرافات حمراء والبس كرافات زرقاء والبس كوستيوم ونحي جبة ونحي اللحية وتزين وطهر نفسك بكل العطورات متاع باريس، وبدل فمك 4 مرات واعمل اللي تحب، ما تبدلش، لن تنزع عنك ثوبة وجبة انك بالفعل دمرت تونس واضريت بتونس في تاريخ كامل. انا نقول لك هذا مش على خاطر عندي ثأر شخصي، لأن منطق الثأر منطق بدائي ما قبل الدولة وما قبل القانون. أنا أقول لك هذا من موقع إنساني عميق، لأن تونس هذه نحبوها وماناش مسلمين فيها، ونوعدك ونوعد التواسة، نحن مشروع، نحن مشروع، وما زلنا موجودين، ما زلنا موجودين،
وما تنساش كما كانوا يمدحوا فيك توا النهضة، كانوا التجمعين يمدحوا في ابن علي. قد تتعرض للعدالة الانتقالية، وقد تكون موضوع نتاع عدالة انتقالية، وقد تكون موضوع نتاع محاسبة، وقد تكون موضوع نتاع مسائلة، لأنه تنجم تكون عندك كل سلطات. عمرو بشير ما صاحبك وكيفك، ما عنده حتى كونت في البنكة، وما عنده حتى شيء باسمه، وما عنده حتى دار وتمزاو عليه نسابه، لكن لقاو عنده بالات نتاع دولارات محطوطة في الدار. انت كيف ماكش بعيد عليه، تعملوا كيك، كلكم تعملوا كيك، ما عندكمش الوضوح والنقاوة والنزاهة باش تبني دولة عصرية اللي فيها قوامها حرية الإنسان وكرامة الإنسان وحق الإنسان. دوسوا على الإنسان من أجل مشروعكم الرجعي الظلامي اللي نجم يتعاطى مع كل مكروه وكريهات وكل المدنوس في البشرية هذية، وكل ما تفرز من هذه البشرية من ظواهر سيئة وكريهة. تتعاملوا مع الاستعمار، تتعاملوا مع المجرمين، تتعاملوا مع الكناترية، تتعاملوا مع كل شيء من أجل هذا المشروع الظلامي الرجعي. ولذلك بالنسبة لنا احنا مشروعنا إنساني، وعلاقتنا بكم ليست لا علاقة الحقد ولا أساس الثأر، علاقة مشاريع. واللي بالنسبة لنا احنا خطنا شيء في تاريخنا شيء، وخطكم شيء في تاريخكم شيء. مرة أخرى أقول لك، نحن وقت اللي كنا ندفلوا في رفيق شهيد شكري بالعيد خرجوا ملايين، قالوا لك يا غنوشي يا سفاح يا قتل الأرواح.